بالصلاة والسلام على مولانا رسول الله. السلام عليكم أخواتي فين ما كنتم، السلام عليكم، تصبحوا وتربحوا يا رب العالمين. إن شاء الله يوصلكم هذا الفيديو وانتم في أحسن حال يا الله. اللهم أديمها نعمة وحفظها من الزوال يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نقدم لكم واحد البسطيلة ديال الحوت، شكل مغاير اللي هو زوين وبسيط وأي واحد فيكم يقدر يديرهم نورمال وعاديين، يعني ما مختلفينش، ما عندهمش واحد الحاجه اللي غادي تجيكم صعيبه ولا ما عندكمش المقادير. تقدر المقادير تكون عندكم في الدار وديروها بابسط الاشياء. المهم انا كل شيء قطعته هنايا، عندي هنا واحد شويه ديال الزبيده، عندي شامبينيون، شويه ديال الثومه اللي هي محكوكه، شويه ديال القشور ديال الحامض المصير اللي هو مقطع ديبتيدي، عندي هنايا واحد شويه ديال سكينجبير غابي اللي هو فخي، عندي البوغو، عندي شويه ديال الموطارد، شويه ديال مطيشه ديال الحك، وشويه ديال البصيله، وهذا الشيء ما كان. لي زيبيس اللي درتهم، التوابل اللي درتهم، درت شويه ديال القزبور مدقوق، شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، وشويه ديال سكينجبير، ومليحه ما درتهاش على حقاش غادي ندير السوجا. غادي نبدا معكم، بسم الله. شعلت العافية ديالي، غنديرها تشحر. هنايا الحوت ديجا طيبتو، ديجا تشحر، درت غير الحوت الأبيض، درتو مع شوية ديال البزار وشوية ديال الزبدة وشوية ديال المليحة، ودرت معاه هنايا سميتو لي فخوي دماغ، ساشي ديال كونجلي من الحوت، الحوت لي فخي. هذا سيدي ساشي ديال كونجلي كي فيه دي فاغيي في الفخوي دماغ، وناشف ها هو، غنخليه حتى يبرد، وعاد داك الساعات ومع تبرد الحشوه ديالي عاد داك الساعات نعمر به البسيطلات ديالي. نخلط كلشي مع بعضو باش ياخذ حقه، مازال ما درتش غير شويه ديال لي زيبيس ديال الحوت، هادشي ما كان ساهلين. هاد البسيطوات كيجيو غزالين، كنحطو واحد شويه في الارض بصح معليش. كنخليها تشحر، بطبيعة الحال غادي نزيد شويه ديال لاصوص سوجا كتواتى مع البسطيلة ديال الحوت. عندي شعلية فيرميسيل، هادي شينوا، غلطت في الاخر في النيميرو ديالها اللي موالفه كندير، اللي موالفه كنجيب. هادي شويه غليظه ولكن معليش سلقتها، غير ماشي سلقتها، يعني درت الماء حتى سخن ومن بعد درتهم فيها واحد 3 سكوند وحيدتهم، كتجي على هاد الشكل، وقطعتها بالمقص ديالي. بعد غادي كيتشحر لي كلشي هاد العناصر، ما غنخلطش مع الحوت، الحوت غادي نخليه حتى الحوت غنخليه حتى الاخر فاش غنكون عمر البسطيلات ديالي، غنديرو هو الفوق، يعني هاد الحشوه هاد الخليط غادي نديرو تحت. فوالا نخلط معاه ان شاء الله الرحمن الرحيم فاش غادي يطيب وتشحر ليا. غادي نخلط معاه ديال المثال هاد الشينواز نتاع الشينوا الشناوة، هاد البسيطلات لي كيجيو زعما هنيين، كيجيو زوينين، كيجيو معلكين. نسيت مذكرش واحد العنصر مهم لي هو فروماج، باش كيعطي هديك التهليكة عفوا التعليكة. درت شويه ديال الهريسه حتى هي رمضان تهليكه، ما نقطعهاش نخليها هكا. غنخلي
هاد الخضره ديالي حتى طيح شويه، ومن بعد غنزيد لها المعدنوس ونزيد لها الشوربه ديالي فيرنسال، ومن بعد نخلي ان شاء الله الرحمن الرحيم حتى يبردوا لي كاع العناصر ديالي، هاد المقادير ولا لي زانغريديون ديال البسطيله يبردوا، وعاد ديك الساعه غادي نعمرها. غادي نعمر النص عندي بلاطات فيلو، والنص اللي بقى ليا ونعمرو بالورقات ديال الشينوا، هذيك المربعه اللي كنشري دائما ومعتمده عندي. هذا الشيء مكان، وغنولي لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. العناصر ديالي بعد ما تشحروا زدت عليهم شعريه شينواز اللي قلت لكم، وزدت عليهم شويه ديال القزبر والمعدنوس، وزدت عليهم الفرماج. الفرماج درت فرماج غابي، كان عندي شويه ديال الغابي ديال الكونتي، ودرت غابي ديال الموزاريلا. ودابا ما غاديش نرجعهم يتشحروا، باش غادي يبقاو هاد لوغو ديال الربيع غيبقى فيهم، وما غيدوب لياش الفرماج بزاف بزاف. غنخلط غير هكذا ونرجع عندكم ان شاء الله بعد ما نعمروا اونصومبل مع بعضياتنا البسطيلات ديالي الصغيورين. بديت ان شاء الله كنعمر البسطيلات ديالي، بديت بالورقه ديال الشينوا، كنحقاش كانت باقيه لي ما بغيتش نخليها تفسد، وتاني عندي واحد النص ديال الباكي ديال الورقه ديال الفيلو، ما نخليش نفسد عاود غادي يفسد يفسد اليوم ما شاء الله عليا في الهضره، ما نخليش يفسد، غادي ان شاء الله نعمر به حتى هو. غادي ان شاء الله نبدا بالحوت هو الاول شويه هنايا، نجيب هذا الخليط ديال الشعريه الصينيه، نبقى ندك باش كل بسيطله، هاد البسيطله تاخذ حقها بحال هكذا. نعاود لها شويه ديال الحوت الفوق باش تجي عامره ومتيوله، غنبقى كنطولها الشنيفاس ديالها بعد ما راني دايره لهم الزبيده. شوفي هاد الورقه كتطوعك ما كتصدعك ما كتقطع ما كتخافي منها، غتخرج لك من الحشوه ديالها اللي فيها الداخل من الجناب ولا هانتوما، كتجي غزاله. نحطها في اللاطه اللي غتدخل الفران ان شاء الله. الورقه المربعه اللي كاين البنات اللي ما شافوهاش هي هذه، كتكون على هذا الشكل. كتكون هكذا مربعه بحال الفرينه، سمحوا لي نرجع معكم على الغسيل ديالي. كيكون فيهم الزبده بزاف ما كيعجبونيش. غندهنو بزبيده، كدهنيها كيما بغيتي، ديريها كيما بغيتي، ما كاين حتى مشكل. هادي انا ديجا راه عندي وحده مقطعه على جوج، غنديرها في لو فون كيما هكذا، كندير شويه ديال الحوت هو الاول ما نكتروش. نجيب هنا الشعريه، الخليط ديال الشعريه الصينيه ديالي، فوالا نزيد شويه ديال الحوت من الفوق باش يعطي واحد البنه. على فكره انا درت الحوت من تحت في لو فون والحوت من الفوق، يعني فاش كتقلب كتجي الشعريه هي الوسطانيه والحوت من لي دو كوتي. خاصك تبوغيها بزاف دير لها الزبيده، انا الزبده ذوبتها ودرت فيها زويتها باش كتجي مقرمشه، القرمشه اللي كتجي فيها هي سر هو الزيت كتجي بحال هكذا. هادو راهم النساء في المغرب كيخدموا بهم على راسهم، كيبيعوها ما عرفتش شحال كيبيعوها، ولكن كيديروهم بزاف لا تصغورين
كاين اللي كتعيش تبارك الله بها ما شاء الله بها عائلة تبارك الله ما شاء الله عليهم. النساء المكافحات النساء المكافحات بحال هكا. غنسرع دابا باش ما يجينيش الفيديو طويل قدو قداش. السيتلاس ديالي جاو على هذا الشكل، كنتمنى ديروهم لوليداتكم في هذا رمضان وللمبتدئات سهلين وبساط وسيرتو بنان. شهية طيبة وإلى اللقاء في وصفة قادمة بحول الله.